السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما أطلقت الجمعيات الوطنية السياسية وثيقة لا للكراهية المبنية على أهم الوثائق الدولية والحقوقية التي تؤسس لنبذ الدعوة والتحريض على الكراهية بشتى صورها، فهي لم تطلقها عبثاً أو لأنها هي أو جمهورها لعبوا هذا الدور القدر الذي أدى إلى الوضع الحالي الذي نعيشه الآن، بل لأنها ترغب صادقة في أن يتوقف هذا الخطاب المدمر للجميع. الكثير من المجتمعات تتشكل من مكونات عرقية وعقائدية وأيديولوجية متنوعة، وهذه المجتمعات لكي تعيش لديها خياران لا ثالث لهما. الخيار الأول التأسيس والتأكيد على العيش المشترك ونبذ الكراهية والتمييز دعوة أو تحريضا بمختلف الصور، وبالتالي العيش في سلام والعمل على رقي المجتمع. والثاني أن تكرس مظاهر الكراهية بين مكونات المجتمع الواحد لأهداف خاصة فتقعد ملومة محسورة على ما سيؤول إليه الوضع بعد ذلك. ونحن في البحرين لدينا هذا التلون في التكوين المجتمعي، والذي طالما كان مصدراً للفخر والاعتزاز والتعايش الراقي بين كل مكوناته، ومصدراً أساساً للتطور الحضاري التي عرفت به البحرين. إذن أمامنا كباقي المجتمعات ذات الخيارين السابقين، وإذا التزمنا بما عرف عنا من كوننا شعب واعي ومثقف يحترم التعددية يحب تراب وطنه، فبالتأكيد سيكون خيارنا هو نبذ الكراهية والتعايش السلمي مع شركاء الوطن. الكثير من الدول التي أصابتها نار خطاب الكراهية انتهت إلى أوضاع مأساوية شملت كل المكونات، فالأمر ليس مختصاً بدول ذات تركيبة معينة أو أيديولوجية معينة، بل نتائج هذا الخطاب المقيتة تشمل الكل، بدليل أن المجتمعات التي انتشر فيها الخطاب شملت كل قارات العالم، مثال لبنان، البوسنة، الهرسك وبعض الدول في أفريقيا، فالكل سواء. إذن هو واجب وطني وعقلي على كل أبناء البحرين وكل محب لها الدعوة لنبذ كل مظاهر الكراهية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وبأي صورة كانت. نحن في البحرين عشنا منذ مارس 2011 وحتى الآن هذا الوضع المأساوي من التحريض صراحة وعلانية على كراهية أكبر مكون من الشعب، دون أن نرى أي بادرة من السلطات لردع من يمارسونها في دلالة واضحة على مسؤوليتهم المباشرة في ذلك. ولا ننسى طبعاً دور أجهزة الإعلام الرسمية من تلفاز وصحافة ودورها البشع في شق الصف وزرع الكراهية، لدرجة عدم قدرة تقرير لجنة تقصي الحقائق على تجاوز هذا الحدث وسجله كوثيقة هامة لدور السلطة في التحريض على الكراهية. ويجب أن نعرف أيضاً أنها استطاعت التلاعب في وعي البعض من أبنائه لأهداف سياسية أو مصالح آنية معتمدة على شعار فرق تسد، إلا أن هذا البعض بشكل عام يعي خطورة التحريض ولكن تأخذه العزة بالإثم. سأعرض مثالين فقط، مثالين هم كافيين لتبيان خطورة الأمر. الأول وزارة التربية والتعليم، وما أدراك ما هذه الوزارة؟ سعت منذ اليوم الأول، منذ أن أعلن المعلمون اعتصامهم الأول أمام بوابات المدارس، إلى زرع الفتنة في الوسط التعليمي، واعتمدت سياسة بوليسية في التلصص على المعلمين بهدف الإيقاع بهم فقط لأنهم ينتمون للطائفة الشيعية التي أصبحت مغضوبا عليها، ولم يشفع لأحد شيء، لا مرض أو كونه في مستشفى أو أنه أساساً من الأساس ما شارك في أي اعتصامات، ولا أهمية دوره في العمل، ولا مستواه العلمي أو الأكاديمي، ولا خبرته، ولا أي شيء شفع إليه. رفعت هذه الوزارة راية العقاب على كل منتمٍ للطائفة الشيعية فقط لانتمائه، ولم تستثني أحد، لا طالب ولا معلم ولا اختصاصي ولا معيد أو أكاديمي ولا موظف ولا حارس، كل موظفي وزارة التربية بلا استثناء، والغالبية العظمى منهم ما لهم علاقة بالسياسة نهائياً. الكل سلط عليه سيف العقاب بعد أن قامت الوزارة بتزييف الحقائق وقلبها في الإعلام بمساعدة إعلامي المرحلة عبر مسؤولي الصف الأول في الوزارة كوكيل الوزارة عبد الله المطوع، وتم نسب كل شاردة وواردة للمعلمين وعلى الأخص جمعيتهم، فكان حتى ذهاب الطلاب للدوار
السكس ويل اللي شهر الفيديو هذا من تدبير جمعية المعلمين مع عدم وجود أي دليل على ذلك، وكأنه يعني إحنا في الجمعية ما عندنا شيء فاضيين إن إحنا بس نأخذ نأجر سكس ويلات ونودي الجهالة إلى الدوار. وهذا طبعاً كان من الأدلة اللي قدمت ضد جمعية المعلمين في المحكمة، يعني ما كان ناقصنا له الشغلة بس. وعلى هذه الأحداث لا زال مهدي أبو ديب معتقلاً. طبعاً وزارة التربية فيها الكثير من الحوادث التي قلبت في الإعلام بمساعدة التربية، وصف المعلمون والمنتمين للكادر التعليمي بأوصاف تدفع على الكراهية، والكل يعرف تلك المسميات: خونة، صفويين، مجوس، عملاء، روافض. وطبعاً في جملة شهيرة إلى وكيل وزارة التربية في برنامج الراصد لما طلع وقال ابتلينا ببلوى اسمها جمعية المعلمين، إلى آخر الأوصاف اللي كانت تمشي في هذيك الوقت، فقط لتظهر المعلمين على أنهم فئة يجب عقابهم، ولم يفكروا لحظة واحدة وهم المسؤولين بما سيؤول له التعليم ومستوى الطلبة والوضع التعليمي بشكل عام في البلد، وكأن التعليم حكر على طائفة معينة وليس للمجتمع بأكمله. ويجب التذكير أيضاً بعملية التمييز الفاقعة التي صاحبت هذا الوضع، وسن قوانين مختلفة لخدمة الهدف كقانون 40-60 الخاص بالبعثات، وقانون عدم استحقاق هذه الفئة للحوافز والمكافآت والترقيات، وأيضاً القانون الغير معلن عن توظيف التربويين البحرينيين والاكتفاء بالوافدين على أنهم أكثر كفاءة، كما كرر ذلك وزير التربية والتعليم، حتى صارت مهنة التعليم مهنة طاردة لأبنائها، لعلمهم بعدم رغبة الدولة في توظيفهم انتقاماً منهم. طبعاً كلمة الانتقام هذه أنا ما أخذتها عبث، هذه تقرير لجنة تقصي الحقائق ذكرها تحديداً في بالنسبة إلى وزارة التربية بأنها تمارس العقوبات ضد المعلمين فقط انتقاماً. المشكلة الحقيقية كانت في قدرة هؤلاء على تغيير الواقع وإقناع الكثيرين بمصداقيتهم رغم كذبهم الجلي، وأنتجوا الأفلام التي توضح ما يريدون. بالمناسبة يعني عمل الأفلام مو شيء الكبير، يعني أنت فقط حدد هدفك واخذ مقاطع محددة، ما تطلع الموضوع ككل، جزء من المقطع هذا وركبهم على بعض وبعدين أعرضه، راح تعرض هدفك في النهاية تعكس الحقيقة بشكل متكامل. هذا ما حدث في التعليم، لذا نرى اليوم وبعد 3 سنوات النتائج واضحة بعد استخدام ذلك الخطاب المريض، وهذا ليس كلامنا فقط ولكنه كلام كل من له علاقة بالقطاع التعليمي ويرى نتائجه واضحة على كافة المستويات. 3110 متطوعة تستنزف ميزانية التعليم دون عمل حقيقي. مستوى أداء متدني في الامتحانات الوطنية اللي حتى في 2011 وأثناء السلامة الوطنية والحكم العسكري هذا كانت النتائج مرتفعة أكثر بكثير جداً من الوضع الحالي. وطبعاً في غير الكثير من العواقب الوخيمة لذلك الخطاب والتي ليس هنا مجال لتفصيلها أكثر من ذلك. من المسؤول هنا؟ أليست هي الدولة؟ أليست هي الدولة المسؤولة عن هذا بانتهاجها خطاب الكراهية الذي أسس لما لحقه من أفعال؟ المثال الثاني عن وزارة الصحة. طبعاً وزارة الصحة ما تختلف كثير عن وزارة التربية واللي صار فيها. فها هو مستشفى السلماني الآن يكاد يخلو من الأطباء أصحاب التخصصات الدقيقة والمهمة، وأصبح كما يصفه مرتادوه بأنه الموت لأنهم ما يحصلون العلاج اللي هم يبغونه. ونرى طبيب جراح كعلي العكري لا يزال معتقلاً ويفتقده مستشفى السلمانية لعدم وجود طبيب آخر في نفس التخصص. طبعاً ما قصروا في الأطباء، إيش احتلال سلمانية وإيش أسلحة وما إلى ذلك، وإيش أذكر كان واحدة من تهم رولا الصفار إنها كانت تحط ألوان على المتظاهرين عشان تقول إنه دم. البحرينيين طبعاً نفس القصة بنقولها عن اللي حصل في وزارة الصحة، من المسؤول؟ أليست هي الدولة هي من قامت بذلك؟ أليست هي الدولة من انتهجت خطاب الكراهية الذي أسس لكل ما لحق به من أفعال؟ وهنا وبالمقابل سأذكر مثالين آخرين عن إحنا شلون إحنا تعاملنا في نفس الفترة اللي هي فترة الظلم الشديد الواقع علينا.
في فترة السلامة الوطنية وأثناء الاعتقال، بتكلم عنا إحنا كنساء، لما كنا في التوقيف طبعاً كان اللي يتولى أمرنا والمسؤولين والشرطيات صغار حديثي السن، وكلهم لم يكملوا تعليمهم. ولما صار زحمة توقيف من كثر المعلمين بكل أنواعهم، يعني كان في مديرة مساعدة، كان في مشرفين، كان في معلمين لكل التخصصات، كان في حتى الطالبات كانوا موجودين، كان تعليقهم شنو؟ خلاص صار عندنا مدرسة الحين إحنا هني، بس إحنا ناقصنا ويش بنجيب كتبنا عشان تدرسونا. وكانوا فعلا يطلبون منا إن إحنا ندرسهم وإحنا تحت الاعتقال. طبعا إحنا وش توقعون كان ردنا؟ أكيد كنا بنوافق، لأن السبب الوحيد بس إن إحنا نطالعهم على إنهم بحرينيين بس، مو على إنهم مش قاعدين يسوون، هم بحرينيين فقط. عشان كذي من واجبنا وإحنا التربويين إن إحنا نعطيهم اللي ينقصهم. شيء ثاني، واحدة من الشرطيات واللي كانت قاسية جداً 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 جداً، يعني أنا متأكدة وإني أتكلم الحين إذا في اللي يتابعون المعتقلات اللي كانوا وياي على طول رح يعرفونها، كانت تتفنن في عقابنا. أبسط شيء فعلته هذه الشرطية هو إجبارنا على الصلاة وقراءة القرآن عند باب الحمام عزكم الله. هذا أبسط شيء سوته. والشيء الثاني، التهديد المباشر بالقتل، وكانت بتقول لنا مو إنهم بيقتلونا داخل التوقيف، لا، إذا طلعتون برا بنقتلكم برا. يعني هاي من الأشياء البسيطة اللي هي سوتها. هذه الشرطية تعرضت لوالدتها لحالة صحية وما كانت عارفة وش تسوي، فلجأت إلى رولا الصفار، وطبعاً استشارت رولا شو نسوي، شنو الأمور. رولا عطتها تقرير كامل، كتبت لها كل الأشياء اللي لازم تسويها، وتمت تتابع ويا رولا على صحة أمها، وبدت تتحسن أمها فعلاً كلها على الأشياء اللي وصفتها رولا. فهذا إحنا شلون تعاملنا معهم وهم شلون يتعاملون معنا. قد يؤسس مكون ما أو فريق ما في أي بلد في خطاب الكراهية بسبب الأحداث أو بسبب خلافات سياسية أو أيديولوجية، ولكن في المحصلة النهائية كل مكونات ذلك البلد ستكتوي بنار خطاب الكراهية. وهذه الوثيقة لا للكراهية عندما تصدر من المعارضة وهي وجماهيرها هم أساساً المتضررين، فهي أكيد تعكس الرغبة الأكيدة في رأب الصدع الذي خلقته السلطة للعيش في وطن واحد يتسع للجميع ويتقبل جميع أبنائه على اختلافهم. نحن مقتنعون أن لا للكراهية ليس عنوان ولكنه أسلوب حياة. شكراً لكم.